300 مكعب من المنطقه الصناعيه فوق العقار المخصص ديالي حسب رسم الكتله اللي مشروع توسيع المنطقه الصناعيه. انطلق من منظور ما يسمى بالمقاربه الاجتماعيه والسيف الاجتماعي. انت تصرف مثلا على واحد ما فهمتش مش على داك السوق ديك شي بوطه احسن حاجه الحاجه تقتضي اي فكره مؤسسه تعليميه ومثلا السوق يكون ثلاثه واحد ولا واحد النقطه اللي كانت مهمه السيد الرئيس اللي كتكلموا على الجوده في الطرق حتى شي واحد الى حين انا ما غاديش نطولش بزاف الى حين احداث هذه الوكاله علاش ما تفكرش الوكاله ديالنا ما بقيتش باش تعمل على الاقل واحد فرعين او ثلاثه اخرين. كان عندنا ظاهره ديال العاديه ديال الشهر فبراير 2024 اللي كانوا فيها بزاف ديال سبعه نقاط في جدول الاعمال وواحد تاجلت. من بين نقاط جدول الاعمال بعض الناس الملكيه من اجل احداث وكاله ديال المهندس كذلك تعقدت اللجنه ديال السير والجولان وكذلك مناقشه ديال التصميم من التهيئه ديال الجامعه الجزائريه اللي حضرت فيه ممثلي الوكاله الحضاريه مشكورين على العرض اللي قدموه واللي كيبين كيوضح اكثر بلي ان مراحل ديال تصميم التهيئه الجزائرية راه قطع مسافات كبيرة التصميم اللي غيكون كيتماشى مع 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 التغييرات اللي كتعرفها بلادنا لا من التنظيم ديال كأس العالم كذلك المتطلبات الساكنة اللي خصهم يكون هذا التصميم ماشي ينزل بسرعة ولكن ينزل شوية دغيا ولكن يوفر لهم حقهم في السكن وحقهم في يكون بحال اللي كنقول دائما يكون منصف للجميع. تصميم التهيئة اللي غيخرج إن شاء الله اللي دابا هو في طور الدراسة في كاين تقريبا في المراحل الأخيرة جا غيجي باش ينقد الوضعية ديال الجامعة اللي كتعرف أزمة كبيرة لا من ناحية الساكنة اللي كيعرفو كلشي باغي يبني كلشي هذا هو موضوع الساعة الجامعة خاصها حاجة وحدة من ناحية البنية التحتية مشات في مجمع كبير كيما دابا يوال إن شاء الله بإذن الله يواكب تصميم التهيئة باش يحل جميع المشاكل الناس خاصها تبني وإن شاء الله غتبني. السيد الوالي مشكور عارف الوضعية الجامعة كيف كانت وكيف كيف ولات وشنو الخصص فيها وان شاء الله يرضي يداكو هاد النقطة وعي تفكر الحصار على الجامعة اللي هي 13 عام دابا خلال 14 عام وهي غير تصميم سيئة نستبشروا خير ان شاء الله يا ربي وأنا دابا بنظر النجم ما وقفش غيمشي غيكمل يقدر يكون فيه تغيير بعض التغييرات ولكن ان شاء الله غيجي ويحل هذه المشاكل كاملة ويصبح الموضوع على تصميم التهيئة في الكلام من الماضي بحال بزاف الحاجات اللي كنا كنتسناوهم في الجامعة واللي تحققوا تنساو من الناس ان شاء الله نطلب الله خير يكون انتهى هذا الموضوع من بعض الحاجات اللي غيتحلوا ويتنساو وشكرا.